وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. مساء الخير دكتور. كما تابعنا في التقرير السابق للزميل طلال نايف وكما تابعنا في التغطيات في الأيام السابقة مساعيكم الخيرة في السودان الشقيق، لو تطلعنا على أبرز المحطات في هذه الزيارة وأبرز نتائجها. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على إعطاء الفرصة للتحدث عن هذا الموضوع هذا البرنامج، وأشكر من كل قلبي تلفزيون البحرين ومركز الإعلام الوطني على تغطياتهم الممتازة اللي ساعدت الأشقاء في السودان لتوصيل همومهم وآلامهم إلى العالم. طبعا انطباعي عن زيارة أنها كانت جدا موفقة، الحمد لله حصلنا على ترحيب لا يمكن أن نخطط له، استقبال جميل من رئيس الدولة فخامة رئيس برهان، وحب الشديد لجلالة الملك وذكريات في العمل معا، وترحيبه للبحرين للاستثمار في السودان باعتبار أنها أرض خصبة زراعية وممكن لرجال الأعمال الاستفادة من الموارد السودانية ويرحبون بالبحرين. وطبعا هاي الزيارة أثرت في قلوبهم لأبعد الحدود، فأيضا شفنا وزير الخارجية، وزير التنمية الاجتماعية، وزيرة الصحة، واجتماعات مطولة نتكلم عن كل ما يدور من مخنا، وهدفنا الأساسي إن كيف نخدم ونساعد أشقائنا في السودان سواء بالمساعدات الآنية مستقبلية تبادل أفكار. يعني كانت لقاءات بين أهل وأخوان وترحيبهم لا يمكن وصفه. أنت شفتوا من الصور جزء اللي احنا شفناه على الطبيعة، شيء لا يمكن، كنا أقرب إلى الخيال إلى الجنة من المحبة من الاهتمام من التقدير. بلغناهم تحيات سيدي جلالة الملك، الحكومة الموقرة باستدراج سمو رئيس وزراء سمو ولي العهد، طبعا قائد العمل الإنساني سمو الشيخ ناصر، دعوات أهل البحرين وتعازيهم. نعم. وأيضا قدمنا لهم مساعدة طبية، كان معي الدكتور وليد المعنى، دكتور شخص فاضل معي في معظم الرحلات الإغاثية واجتماعات يعني مهنية لتبادل الأفكار. المواد اللي وصلناها كان في غاية الأهمية لإنقاذ آلاف الأرواح. نعم. بس مثل ما شفتوا يوم ما حضرنا الموقع كان شيء ما أقدر أوصف، يون الناس كأنهم جنود الروم. فكرنا إنه يمكن متعودين على النظام اللي يوصلون يقفون عن الحدود مثل ما شفتوا في النشر الأخبارية وإنه يتكلمون بأشخاص. أبداً، أول وفد يروح لهم كان وفد البحرين، كانوا مشتاقين يشوفون زوار يشوفون الناس، وما حد كان يتكلم إلا إذا إحنا نروح نتكلم معهم. نعم. سمعنا إلى همومهم إلى آلامهم إلى كل شيء. نعم دكتور مصطفى، هل تم الاتفاق على إقامة عدد من المشاريع المستقبلية بعد هذه الزيارة؟ نعم، تم الاتفاق والكرة في ملعب أشقائنا في السودان. احنا خصصنا كمرحلة أولى إن شاء الله $2 مليون لأي مشروع هم يختارونه. احنا عادة في البحرين مشاريعنا ثلاث محاور، أما صحية تربوية أو إغاثية أو تنمية مستدامة مثل بناء آبار علشان نخلي الناس يرجعون لقراهم لأماكنهم. نعم. في محلات بعيدة عن الشاطئ، عن شاطئ النيل.
ايضا زيارتنا ووقوفنا مثل ما لاحظتوا ان اكتشفنا اشياء كثيره. اولا بعد حديثي مع الناس على طول موافقه شيخ ناصر شغلنا طياره محمله يوم الثاني بالمواد اللي في قمه الفائده بسجاد بلاستيك، يعني قالوا لنا هاي السجاد اهم من الادويه لان احنا ننام على ارض والبعوض يعض عيالنا فنحتاج. فحملنا طائره كبيره بكرم من سيدي جلاله الملك وخيام لانقاذ الحياه بالاعمال الاغاثيه الحياه قبل حتى العلاج او الاشياء التنمويه. اكتشفنا شيء كتبت عنه اليوم عن مرأة سودانية معاقة مشلولة نص جسمها، سألت عن أحوالها قالت إن أثناء الفيضانات 9 بالليل في الظلام بعد ما انهار البيت ودخل عليهم الماء أنقذت أمها وأبوها وهي مو صغيرة يعني جابتهم لبر الأمان. نعم. سجلت هاي وراح نجيب البحرين وراح نكرمها ونخلي شبابنا البحرينيين يتعلمون معنى التطوع الحقيقي ومعنى التضحية ومرة معنى البر بالوالدين. نعم. انطباعي ان الشعب السوداني شعب طيب مثل ما نعرف، كريم وودود، ويستحقون ان نقدم لهم كل المساعدات. نعم الدكتور مستمر. نعم الدكتور مصطفى السيد الامين العام للمؤسسه الملكيه للاعمال الانسانيه، بارك الله لكم في جهودكم الخيره وشكرا جزيلا لك.